Good morning. يوم راح نكمل التدريب تبع chapter 1. كنا صرنا بالexercise 9. عم يعطيني اثنين matrix A و B. عم يقول لي بدي أقارن ال A plus B power 2 and A power 2 plus 2AB plus B power 2. أول شيء راح أجيب ال A plus B. لما بجمعهم مع بعضهم حيعطيني 1 1 1 1, يعني هيدي matrix. راح أجي أرفع power 2. لما بيجي أرفع power 2 مش كل واحدة جوا برفع وباور 2. شو بعمل؟ بياخد الماتريكس A plus B بضربه بالماتريكس A plus B, بحوط أول رو بأول كولوم رح يعطيني 1 plus 1 اللي هي 2, بعبيها كلها سوا رح تعطيني كلها سوا 2 2 2 2. رح نيجي نجيب ال A power 2 plus 2AB plus B power 2, محطوطين هون. هاي ال A power 2 يعني ال A مضروبة بحالة مرتين plus 2, هيدي ال A هيدر ال B وهيدي ال B power 2. بس نعملها calculation رح تعطينا الماتريكس 3 3 1 1. شوفوا لي, هل ال A plus B power 2 عم تساوي معنا ال A power 2 plus 2AB plus B power 2؟ هل هاي الماتريكس بتساوي هيدي الماتريكس؟ لا, معناتها بالماتريسز لما بجيب ال A plus B power 2 ما فيني اكتب A power 2 plus 2AB plus B power 2. هيدي الفورمولا حتكون معيها غلط, بتكون معيها مظبوطة بس في حال ال A plus B شو بتساوي؟ B plus A. فإذا اللي اسمه الباينوميال فورمولا ما بنقدر نستعملها على اثنين ماتريسز منن كوميوت. الاكسرسايز نمبر 2 عم يكون في عنا اكسرسايز تايب كيف بيجي منه بالامتحانات. بيعطيني ماتريكس A, بيعطيني ماتريكس B هي مثلا A minus 2 identity, يعني العلاقة بين ال A وال B في identity بيناتهم. فإذا بيقلنا جيبوا ال B power N and deduce A power N. طيب لنجيب ال B power N, أول شيء علينا نطلع من هي ال B. فإذا ال B هي ال A minus 2 identity, هيدي ال matrix A minus 2 هيدي ال identity. هيعطيني 2 minus 2 بتعطيني 0, 5 minus 0 بتطلع 5, 0 minus 0 هي 0, and 2 minus 2 حتعطيني 0. فإذا هيدي هي ال B. طيب رح نيجي نجيب ال B power 2. B power 2 هي ال B مضروبة بحالة مرتين. إذا عملتوا الضرب شو حتعطيكم؟ حتعطيكم الماتريكس 0, معناتها ال B power n شو عم تساوي معنا؟ 0 for every n أكبر أو بتساوي 2. فإذا ال B 2 هي 0, ال B 3 شو بتعطيني؟ ال B 3 هي B power 2 مضروبة بال B, وال B power 2 0 يعني كمان حتعطيني 0. فصاروا كلهم سوا هني شو؟ هني 0. طيب لنيجي نجيب ال AN. رح ارجع اكتب ال AN in terms لل B ولل identity. فإذا إذا ال B هي ال A minus 2 identity, شو بتصير ال A؟ حتصير معيها B plus 2 identity. نجيب ال A power N, شو رح تعطيني ال A power N؟ حتعطيني كل هيدي power شو؟ power N. عم يقلي هون ال B وال identity منون كوميوت بين بعض, معناتها صار فينا نستعمل ال binomial formula. شو هي ال binomial formula؟ binomial formula بيكون في عندي مثلا B plus 2 identity power N هي summation لل K, عم تمشي معنا من الزيرو لل N لل C K N. ينقول B power K هيدي اللي بتفضل معي إياها to the power N minus K, أو بيجي بقول إنه هيدي هي to the power K وال B هي to the power N minus K. طيب لاحظوا لي أول شكل, أول شكل معكم إياه هيدي رح تعطيكم C K من N B K, وهي حتعطيكم 2 مضروبة to the power قديش N minus K, لأنه ال identity power n minus k شو بتعطيني؟ رح تعطيني ال identity, وال identity مضروبة بال b, شو بتضلها؟ بتضلها ال b. فإذا من هاي بس رح يعطيني يطلع معي مين؟ ال constant. هيدي اللي هون حتعطيني 2 power k, ال identity power k يلي هي ال identity, وال identity مضروبة بال b n minus k, شو بتضلها؟ بتضلها ال b n minus k. هلا بين هودي الاثنين فورم, الأسهل علينا نحن ننقي أول فورم. لما بدنا نيجي نجزئها يعني ناخد 4k equal 0, k equal 1, k equal 2, هون ضل بقول b power 0, b power 1, b power 2, أحسن ما إجي هون قول b power n, b power n minus 1. نعتمد على هذا الشكل لأنه أضبط علينا نحن. فإذا لما بدنا نكتب الباينوميال فورمولا رح نيجي ناخد هاي هي هذا الشكل اللي يعني رح يعطينا هون. طيب أخذنا الفورم 1, رح نبلش كتبناه. رح ناخد 4 0 equal أو 4k equal 0, شو رح يعطيني c 0 من n 2 power n b power 0. 4k equal 1 حتعطيني c 1 من n 2 power n minus 1 b power 1.
4k equal to حتعطيني c2 من n 2 power n minus 2 b2 ومكملي معي. طيب شو بتساوي ال b2 معنا 0 وال b3 معنا 0 ما كلهم سوا 0 شو رح نبقى بس مع هودي اول 2 term اللي معنا اياهم. طيب c0 من n هي 1 هادي 2 power n بدلها 2 power n b power 0 حتعطيني ال identity c1 من n هي n 2 power n minus 1 وهادي مين هادي ال b. يلا نكتب 2n مضروبة بالidentity plus هيدي الconstant مضروبة بالmatrix B وبجمعهم بين بعض حتعطيني 2n plus 0 يلي هي 2n بعدين 0 plus n 2 power n minus 1 مضروبة بال5 يلي هي هون أول واحدة 0 آخر واحدة حتعطيني 2n. فإذا هذه هي مين؟ هذه هي ال a to the power n for every n أكبر أو بتساوي مين؟ 2. طيب for n equal to 1 مانا زبطة هيدي مانا زبطة معناها for n equal to 1 زبطة معناها ومانا زبطة for n equal to 0 رح نيجي نجربها هون for n equal to 0 حتعطيني 2 power 0 اللي هي 1 هون بيعطيني 0 وهون 2 power 0 اللي هي 1 يعني هي شو عم تعطيني identity يعني 8 to the power 0 هي الidentity معناتها هاي بتكون زبطة معناها for every n أكبر أو بتساوي 0.